شوف المصادفة الجميلة يعني ما أعتقد أحلى من هذه المصادفة الحلوة أبو المعتز. وأيضا يوم لقاء كثير من الزملاء اللي غابوا عنا ما شاء الله سنين للأسف، والحمد لله رب العالمين اجتمعنا في هذه المناسبة الجميلة، وشكر الله صالح وقاسمي على 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 هذا على تجميعنا. بالضبط بالضبط، وان شاء الله دائما تجمعنا هذه المناسبات الجميله الخير. هذا ابو المعتز يمكن سبقني بسنه ولا سنتين، بس استاذنا وعلمنا والبث لا مو البث المباشر بعدين البث المباشر لكن اللقاء المفتوح من مدرسه ابو المعتز حقيقه، وكان لقاء الخميس من اللقاءات الجميلة اللي الناس كانت تنتظر. أتوقع أول برنامج مباشر قدم التلفزيون كان قبل القهوة، قبل قهوة الصباح. إذا قهوة الصباح طلعت من رحم هذا البرنامج، وكان يدير قبل الفترة المسائية ولا الصباحية؟ أنا كنت للمسائية. المسائية أستاذ منى كانت الصباحية. الفترة الصباحية. لحين ما وصل إلى وكيل وزارة الإعلام، ومثل ما هو هذا الإعلام القدير والكبير. الله يحفظك يا سيدي، الله يحفظك. تسلم تسلم تسلم، الله يبارك. شوف أنا بس من اللي علمني إعلام ومن اللي علمني هوى، هذا كان سابقني ب 15 سنة. الحين سعادة ترى أبو أبو أصيلة ليش 15 سنة؟ علي علامك تنافضت؟ ما تنافض هنا. الحين لقاء الخميس ما أنت قبلي؟ الحين ما سيد المالكي كيف؟ اللقاء المفتوح ما كنت قبلي؟ لا من قبل؟ خليني لقاء الخميس اللقاء المفتوح سنة كم؟ أنت سابقني سابقني في الإعلام، أنت طالع هوا متى؟ 82 وين 82؟ أنت 80 ولا 87؟ أنت وسعادة علي الجابري. لا أنت يا اخي لا تضحك على انت لا ترشهم انت وراشد السابعي داخل نفس السنه انت وسعيد المالكي راح زين ما شاء الله عليك ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله نحافظ على شقتك على شبابك توك راح تغزل فيك قالوا يعني انت عمرك ما كبرت ولا شيء ولا غيره يا رجال ما تغير انا طالب تخلي اذاعه اتدرب انت مثل ما انت حبيبي ابو اصيله والله هذا الريال ما عليكم منه بس يعني صغير ولا زال صغير ولا زال يعني معطاء هو جميل شو كيف راضيته يا اخي ترى تعيبهم الكلمه الحلوه هاي الحين يوم تقولهم انتوا صغار يموتوا عليك لا بالحقيقه انت قلت لهم ايش قلت انا اول كنت تمزح منور دائما سعادتك والله النور نورك وفخورين ما شاء الله عليك الله يحفظك يا رب وسعيدين تحياتي حياتنا وانت كذا يعني اعلامي ناجح واليوم ممثلنا في مجلس الشورى خير تمثيل شهاده من الشو... من الاستاذ لتلميذه اعتز بها وسام على صدري بامان هذا ابو المعتز ابو لقمان قبلنا كلنا الحين بمشي له انت ما خليت كلنا قبلك بس شوفوا من اللي كان قبلنا كلنا لا حشا ابو لقمان استاذ احمد اليسكي حياك ابو محمد حبيبي الحين تو قاعد يدور او من قبل الثاني لا والله انتو قبلي انا 82 انت بادي من 80 انت بادي من 80 عيل انا والمرقبي داخلين مع بعض لا انا والمرقبي مع بعض مع بعض بس زين عيل بقول للمركب انت شايف بس ابي معلومه انا وابو لقمان والمرجبي نعم طلعنا باول برنامج لايف صباحي في الاذاعه صحيح اللي هو صباح الخير يا بلادي الله نحن مؤسسين هذا البرنامج انا وانت صحيح واشتغلنا فيه كحلقه نموذجيه الحلقه الاولى احسنت ويعني كان تحدي بالنسبه لنا هذا البرنامج بالضبط البرنامج الحمد لله اليوم هو ما زال مستمر صحيح يعني صار له اكثر من 30 سنه هذا البرنامج يا ربي عشان تعرف انك شايب محمد جانا في الحلقات الافتتاحيه محمد برجبي. محمد تبعنا فيما بعد ايوه لكن في الاساس احنا كنا انا وانت صحيح أيوة. وكان خمس كم ما ساعه الا ربع كان 45 دقيقة كان 45 دقيقة واحنا ماشيين يبدا من الساعة 7 وربع أيوة. نشرة الأخبار أحسن لغاية الساعة 8 تمام وبعدين وصلنا ساعة وبعدين ساعتين تقريبا صحيح. وهكذا مثل ما هو صحيح وأنت رائع يا أبو لقمان أحسنت أبو محمد وكاتب جميل الله يسلمك
مميز ومسرح يعود وابو كلب مخرجين عوديين الله يحفظك يا حبيبي. الله يحفظك. شكرا محمد حبيب حبيب. بارك الله فيك.